السلام عليكم، معكم سهام الحيان عن الفاشن شو في نسخته الثانيه. كنبغي نوجه نداء لسوس ماسا جميع المناطق في مدينه ديال اكادير، اللي بغى يحضر ويتعاطف مع الطفل اسامه في الفاشن شو في نسخته الثانيه. الحاله ديال اسامه اللي كتستدعي التدخل وكتستدعي المساعده، كاينين مجموعه من لي تيكي. كاين التيكي الاول اللي هو 300 درهم، والتيكي الثاني اللي هو 400 درهم، وكاين التيكي في اي بي اللي هو 500 درهم. فمرحبا بكم في الوقيته اللي انك غادي تمشي وتبغي تصرف شي بلاصه، وانك في اي مكان في اكادير، فجي دوز معنا وقيد زوين، شوف التقاليد ديالنا المغربيه الامازيغيه الحنه، وشوف كذلك. وكاين واحد العشاء رسمي، وكاين كذلك غادي نساعدوا به اسامه بهاد المداخل ديال فاش نشوف نسخته الثانيه. اي مازيغ نيت اكادير، اي زنون تنمير تنون تعرف السعر نون سعر مازيغ السعر نتضامن نون. فبركات مرحبا بكم غدارنا فاش نشو غتسو 3 سنات. السلام عليكم، انا فاتحه المراكشيه نقافه. كنقول الكليان ديالي صحاباتي كاع اللي كنعرف يجوا مرحبا بهم صفيتي النهار 29 باش نعاونوا هاد الطفل اسامه بالعمليه ديالو ديال القلب، ونتمنى كل واحد يجي يعاون هاد الطفل، ما يشوف جيما الماديات ويشوف قهوه ولا يشوف سهره ولا يشوف يدير عمل انساني. وكنشكر الناس بزاف اللي ساهموا، وكنطلب اي واحد وقف عليه رجليه يفكر في هاد الوليد ونتعاونوا معاه، ونكونوا في السند ديالو ان شاء الله يا ربي، ونشوفوا بصحه جيده ونفرحوا الوالدين ديالو. السلام عليكم، تنمير تنون 3200 اوتوبيب ليس مدينه كادير. غاصه تضمن واحد الفائده الطفلات اللي هي اسمه سما يوسنو كادير بالضبط يوسن طراس. غاصه نتعاون ان شاء الله باش ينجح لي فيمونات باش ان شاء الله الطفل هذا يسكر العمل ينس. أشكر الأخت سهام الحيان، الأخت سناء الحيان على التظاهرات، إن شاء الله تنجح نسكر إن شاء الله العملية وفروخات. هاشتاغ طفل أسامة، هاشتاغ إن شاء الله تنجح العملية. شكرا لكاع الناس اللي ساهموا، شكرا لكم، تشكر حبارة بارة تنمير تنون. أنا سميرة نكافة، جيت خصيصا شاركت في هذا فاشيون حنا في لا دوزيام إيديسيون ديالو، ودخلت كوليكسيون جديدة. هذا على قبل الولد أسامة باش نعاونوه، واللي عنده شي حاجه باش يعاون هو مرحبا به. والزبائن ديالي والكليانات ديالي مرحبا بكم، وكنتمنى تفاعلوا معنا في هذا بالنسبه للتذاكر اللي كاينين من 300 درهم حتى ل 500 درهم، وهذا راه عمل خيري. يكون معكم بشرى ممرضه متطوعه لجمعيه امود الخير. جيت خصيصا باش نقول لكم راه كاين اللي تيكيت على حساب اسامه اللي غادي يدير العمليه، فمن الافضل انكم تاخذوا لي تيكيت. كاينين من 300 درهم 400 و500 درهم، وشكرا. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.